السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج ممتاز جدا. أولا البرنامج مجاني، ثانيا البرنامج مساحته كلها 1 ميجا. البرنامج عبارة إن هو بيسطب لي البرامج اللي ممكن الجهاز بتاعي يحتاجها، يعني ممكن أجهز سطب برنامج أو لعبة فيرفض لأن فيه برامج ناقصة، تمام؟ يعني ممكن تيجي سطب الريفت فيرفض لأن أنا ما عنديش الجافا أو ما عنديش المايكروسوفت دوت نت فريم ورك أو ما عنديش سيرفر لايت، كل الحاجات دي ممكن تعمل لي مشاكل، تمام؟ فأنت ممكن تيجي تعلم على الحاجات اللي ناقصة عندك على الجهاز، وبعدين ممكن تكون حاجه محتاجه ابديتد تقدر تعمل لها ابديتد كلها مره واحده. وكل البرامج دي مجانيه وكل البرامج دي مش محتاجه تراك، وكل الحاجات دي بتنزل بدون اي مشاكل خالص. انت تقعد تتعلم على الحاجات اللي انت عايزها وبعد كده هو اوتوماتيك يروح يسطبها، يبدا يسطب برنامج وراء برنامج. يعني مثلا انت محتاج مثلا برنامج مالتي ميديا تسطبه، اهم حاجه طبعا البرامج اللي هي الران تايم دي اللي ممكن تيجي تسطب برامج يرفض بسبب انها مش موجوده. طبعا في برامج قوي جدا زي البرنامج ده ممتاز جدا، تمام، اللي بيعمل تنظيف للجهاز زي سي سي كلينر، بس ده افضل من تجربتي الشخصيه. يعني في برنامج في شويه برامج جميله جدا بتدي قوه للجهاز، حاجات خاصه مثلا زي اكروات ريدر، كل الحاجات دي مجانيه، مش هتلاقي حاجه فيهم يطلب منك باسورد او كراك. فكل حاجه تقدر تسطب الحاجات اللي انت محتاجها، تقدر تبص بصه كده هو مقسمهم، تمام. طبعا جزء الديفلوبر لو انت مش مبرمج ممكن تقفلهم خالص، تمام. الفيجوال سي بلس بلس ممكن تبدا تشوف برده، ممكن تسطب مثلا دوت ده. في بعض الحاجات تيجي تسطبها عامله زي ران تايم لازم تكون موجوده، دي المفاتيح خاصه بالشيرنج. الاني ديسك حلو بس مشكلته سكيورتي ضعيف، تمام. نظره سريعه يعني عن البرامج. البلندر ده برنامج منافس ل 3 دي ماكس والمايا. المهم انت بتعمل سيلكت وتعمل بيرفورم، فهو بيبدا يعمل ابديت التسطيب للاجهزه اللي عندك، البرامج اللي عندك.